هذه العملية هي عملية مشتركة بمختلف القطاعات: الحماية المدنية، الأمن الوطني، الدرك الوطني، البلدية، الكشافة الإسلامية و بعض جمعيات المجتمع المدني. مرار لعملية التعقيم البرنامج الولائي اللي تم تصديره أسبوعيا مرتين أو ثلاثة في الأسبوع ومشاركة مختلف الهيئات كما راكم تلاحظوا. على الأقل نبداو حنا كوقاية، يعني تقريبا رانا نخدموا طروا فبار سومان، يعني ثلاث مرات في السمانة، وهذه كما قلت لك كوقاية، ولكن يبقى الدور الفعال والأكثر على المواطن نفسه، رغم رانا لاحظنا الوعي نتاع المواطن لاباس. لابد أننا نلتزم حنا باش نكونوا قدوة للمواطنين ونكونوا قدوة للغير ولياء التلاميذ. المؤسسة التعليمية، الأساتذة، كل المعنيين.